انه بعد ما بيحلق دقنه ما بيحطش حاجه اللي هي افتر شيف او حاجه بعد الحلاق. مهمه دي يا دكتور هنا. هو ده عدم وضعها هو اللي بيعمل التهابات. يا سلام. اه طبعا. ليه؟ لان انا لما بحلق دقني هي المكنه بتعمل ايه؟ بتوسع مسام وبتشيل الشعر. فانا بترك المسام واسعه. فدي عرضه اي شويه بكتيريا هيخشوا جوه. اه. فيعملوا التهابات فيعملوا زي دمامل صغيره كده، هي دي الحبوب اللي بتلاقي ليها راس بيضاء. انا لو حطيت اي ماده مطهره حتى شابه يعني انا بقول له شابه كتير بيستخدموا الشابه كويس اول ما احلق دقني اتشطف ونشف اعمل بالشابه فبتقفل المسام بتاعت الجلد وبتطهر المكان فما بتتكونش الحبوب. لكن احيانا بقى في ناس بيبقى عندهم مشكله استعداد ان الشعر بتاع الرقبه بالذات بيطلع طريقه عكسيه ويرجع يخش تاني للداخل. هنا بافضل حاجه بتبقى ازاله الشعر بالليزر. فانا بشيل خالص الشعر فبيبقى مفيش عندي مشكله ما بحلقش دقني اساسا في المنطقه او بحلق الشعر. يعني ممكن الرجاله يعملوا ده يا فندم دكتور في الجزء ده. في الجزء ده طالما بتعمل له التهابات باستمرار والشعر كده بتتني بتخلصوا من المشكله دي تماما. او زي ما اتفقنا الشابه فبتخلصوا من الالتهاب ده تماما.